بص يا سيدي، ان انا عزمت كل الناس دي على السينما. بجد يا مستر؟ اه بجد يا ابني. امتى يا مستر؟ خلاص احنا يوم الخميس هنبعت لكم اتوبيسين وناخد الناس ونطلع على سيتي ستار واحجز لكم. ده بجد؟ اه بجد يا مستر. ركز بقى، خلاص ركز في الاحداث. بص يا ابني، امتى يا مستر؟ خلاص بقى، امتى؟ يوم الخميس الساعه 7 مساء. المهم وكما هو العاده ميعادنا الساعه 7، كل الناس اتجمعت 6:30. انت عارف ان ما حدش بيتاخر على سينما، احنا ممكن نتاخر على دارس، نتاخر على صلاه، لكن سينما والحاجات دي احنا ما بنتاخرش، وده كلام معروف صح ولا غلط؟ ولذلك انا بقول لطلابي المحترمين دايما، دي بجد نصيحه، انا مش ضد انك تكون منضبط في ميعادك. يعني هقول لك على حاجه، بص الناس قبل السينما هتلاقي الناس فعلا بتيجي قبل الميعاد بنص ساعه وتجيب علبه فشار كبيره وتقعد تاكل. طب ما انت زي ما انت حلو كده وبتيجي للحاجه دي جري. انا مش ضدك على فكره، انا عايزك لكل حاجه بقى تيجي جري، بس لما تبقى حاجه فيها خير او مسارعه الى ربنا سواء علم او عباده. وسارعوا، ربنا يقول لك وسارعوا الى مغفره من ربكم، صح؟ هتلاقي كل الحاجات اللي فيها علم وفيها دين ربنا بيقول لك سارع فيها. قال لك بص، انهم كانوا يسارعون في الخيرات، صح ولا غلط؟ ولا يعملون الخيرات، في فرق بين الاثنين. في نوع من الناس يسارع فيها. فانا عايزك انت بقى لما انت تبقى جاي للخير، لا لا لا، للخير علم ودين، لا تسارع، ما تقومش وانت عمال تجر رجلك. ولو مقومك لرحله مش هتنام الليل، مش هتنام. يعني انت لو صبح رايح رحله مع حد، انا ما عرفتش انام من اشتياقي. يا سلام يا سلام.